بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. 1000 مليون مبروك النجمه التاسعه للنادي الاهلي، 1000 مليون مبروك. طبعا مباراه ولا اروع فرحت كل الاهلاويه، نمنا فرحانين، نمنا يعني يمكن من الساعات الاولى من صباح اليوم الثاني من الفرحه. هي الحقيقه فرحه يعني غير مسبوقه، يمكن انتظرنا البطوله دي سنين طويله. 1000 مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، 1000 مليون مبروك لمجلس الاداره، 1000 مليون مبروك للاعبين، 1000 مليون مبروك للجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الاداري وكل العاملين بالفريق. كانوا رجاله وكان في قتال حتى النهايه ان شاء الله، وكانوا هم عارفين ان البطوله دي مهمه لجمهور النادي الاهلي. شفنا كلام كابتن الشناوي، قال انه حتى بين الشوطين اتكلم وقال ايه، قال يا جماعه ده حلمنا وحلمنا بيقرب محدش هياخده منا. 1000 مليون مبروك الحقيقه، كنتوا على قدر المسؤوليه يعني فرحتونا. والبطوله زي ما بيقولوا البطوله دي بخمس بطولات او ست بطولات، يعني الحقيقه حاجه، حاله النادي الاهلي عايش حاله جميله جدا، والاهلاويه عايشين حاله جميله جدا في مصر. بس الحقيقه في بعض الدروس وبعض الامور المستفاده من هذا الماتش او من هذه البطوله. الحقيقه بعد ما فرحنا وزي ما بيقولوا نشوه النصر خدتنا يوم او اتنين، لازم النادي الاهلي كده لازم نفكر ونشوف استفدنا ايه، ايه اللي استفدناه من البطوله دي، ازاي خدناها، ندرس نحلل نشوف ازاي نقدر حاجة كويسة ندوس ونكمل فيها، حاجة مش كويسة ازاي نقدر نتغلب عليها ونطلع لقدام اكتر. خلينا اتكلم، كل اللعيبة كانوا رجالة وكل اللعيبة عملوا اللي عليهم، والجون سواء الجون السولية او جون قفشة هما جونين في الاخر، ولكن الجونين دول جم نتيجة جهد 9 لاعبين الباقيين عشان توصل للاخر للجون. ولكن عندي يعني كومنت صغير على قفشة وعمرو السولية. الحقيقة اللعيبة دي من اللعيبة اللي ملهاش حس كتير في النادي الاهلي، يعني من ساعة ما دخلوا بالذات يمكن قفشة كمان من اللعيبة اللي جات النادي الأهلي ما تلاقلوش حس، يعني بيتمرن ويشتغل ويتعلم من أخطائه، وزي ما بنقول مش مركز غير في الكورة، عايز يحط نفسه مع العظماء اللي لبسوا تيشيرت النادي الأهلي. قفشة اشتغل على نفسه، طور من أخطائه، عرف مشاكله فين، بيسمع توجيهات الجهاز الفني، بيتقبل نصيحة زمايله. لعيب الحقيقة أنا بقول إن ده نموذج ممكن يحتذى به لكل اللاعبين اللي عايزة تيجي النادي الأهلي وتلبس فنية النادي الأهلي. فنية النادي الأهلي ليها واجبات وحقوق قدام جمهور النادي الأهلي. قفشة فهم الكلام ده واشتغل على نفسه. ربنا في الآخر كرمه، ربنا كرمه إداله هدية إن هو فرح الملايين دي كلها. فإذا أتمنى إن كل الناس حتى الألعاب الأخرى يعني زي ما بيقولوا ياخدوا قفشة نموذج ليهم. الحقيقة منتهى التواضع، منتهى الأخلاق، الاحترام، احترام الكبير، كل ده شايفينه في قفشه. والحقيقه احنا كنا سعداء جدا جدا بالهدف اللي جابه، ولازم يكون قدوه ولازم نتعلم منه الكلام ده. طيب النادي الاهلي الحاجات برضو المستفاده، النادي الاهلي من الانديه كل مؤسسه او كل منظومه بيحصل فيها اخطاء، بيحصل فيها عدم توفيق في امور معينه، النادي الاهلي بيشتغل على ده وبيصلح ده وبيشوف ايه اللي المفروض يتعمل ويعمل، وايه اللي المفروض يعني يطور فيه النادي الاهلي او يطور ازاي اداء النادي الاهلي وبيعمله، بيشوف المشكله فين. وشفنا فريق الكوره بقالنا 3 سنين أو 4 سنين بنبني في الفريق ده عشان نوصل للنتيجه دي والمنظر اللي احنا شفناه ده. انا عايز اقول لكم النادي الاهلي مش نادي مجرد نادي رياضي، لا دي مؤسسه ومنظومه بتشتغل على ما هو كويس تزود منه، وما هو فيه يعني مشاكل او تظبيطات النادي الاهلي بيواجه مشاكله واموره وبيعالجها. وعشان كده النادي الاهلي فيه استمراريه، النجاح الاستمرارية في النجاح عايز منظومة كاملة، هو ده النادي الأهلي. هروح لنقطة تالتة، كنا في حلقة 23/8 هنا في الأبطال بعد خسارة النادي الأهلي مباراة الزمالك اللي كانت يعني حلقة 23 دي كانت بعد الماتش بيومين، وكان في حالة من الحزن والناس كانت زعلانة. احنا هنا طلعنا في برنامج الأبطال قلنا كلام معين، وقلنا كلام الحقيقة كان فيه مناشدة لجمهور النادي الأهلي. الكلام ده احنا في قناه النادي الاهلي وحتى انا شخصيا في برنامج الابطال ما بنبيعش الجمهور النادي الاهلي كلام، احنا بنقول حقيقه وبنقول امور احنا حاسينها وامور يعني امور مهمه جدا في الرياضه ومهمه جدا في كيان النادي الاهلي. طب خلينا نشوف قلنا ايه كده في حلقه 23/8 وارجع لحضراتكم كده. طبعا مباراه امبارح، مباراه الاهلي والزمالك لكره القدم اللي تابعناها كلنا، اكيد احنا زعلانين، ده وضع طبيعي جدا. ولكن خلينا نتكلم بقى بكل منطقيه، هو ايه اللي حصل؟ احنا خسرنا مباراه؟ خسرنا مباراه، ولكن لم نخسر بطوله.
النادي الاهلي دائما ابدا على مدار التاريخ هدفه هو البطولات. اللي بيتكتب في الاحصائيات واللي بيتكتب في التاريخ واللي بيوصلك تاخد حتى نادي القرن هي البطولات مش الماتشات. طيب ماتش زي ده جه في توقيت نقدر نعوض ونقدر نعالج الاخطاء. في اخطاء في اخطاء طبعا بتتصلح بتتصلح، وانا عارف انا بقول ايه، كل حاجه بتتصلح بس مش كل حاجه بتتقال ومش كل حاجه بنعملها بنقولها. صدقوني كل حاجه بتتصلح، انا بقول لكم الكلام ده واحنا مش مصرحين اكيد نقول معلومات، وعمر ما قناه النادي الاهلي بتقول معلومات غير اللي بيقولها النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي لسه عندنا بطوله الدوري، بطوله افريقيا للهدف الكبير للنادي الاهلي. انا عايز اقول لكم النادي الاهلي طبعا ولا يخفى عليكم الكلام ده ولا عليا ولا على اي حد، النادي الاهلي بيتعرض لهجمه شرسه عمره ما تعرض لها في حياته، اكيد انتوا عارفين الكلام ده وشايفينه واحنا عارفينه وشايفينه. والنادي الاهلي اقوى من اي مطبات شافها في تاريخه، مش انا اللي بقول، النادي الاهلي فعلا اعلى واقوى من اي مطبات هتقابله، وعدى المطبات دي على مدار تاريخه، بس عداه بيكم انتوا. النادي الاهلي عدى المطبات بيكم انتوا، بيكم وبتلاحمكم ووقوفكم ورا النادي الاهلي. دلوقتي النادي الاهلي عدى مطب مطب ويعدي بيه اي فريق كبير، ولكن انتوا اللي هتساعدوا وهتقفوا في ظهر النادي الاهلي كل الدعم. انا هيثم السعيد، انا اقل واحد في هذه المنظومه، انا اخر واحد في جمهور النادي الاهلي، دعم متناهي متناهي للنادي الاهلي ان شاء الله لغايه ما نحقق البطولات اللي هو عايزها. اوعوا حد يخش من جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه، احنا في ظهر النادي الاهلي. احنا بنقول دايما ودي يعني شعار احنا دايما حاطينه على الحلوه والمره، مره ايه اللي شفناه مع النادي الاهلي؟ ايه المر اللي شفناه مع النادي الاهلي بصراحه؟ يعني خلينا نقول بامانه، ايه المر اللي شفناه مع النادي الاهلي؟ خساره مباراه بيحصل في اي حته، ولكن النادي الاهلي عمره ده غيرنا بقى يعني، معلش هو اللي يقول اللي شاف مر، انما احنا كالنادي الاهلي او كمشجعين النادي الاهلي دائما ابدا كان النادي الاهلي هو مصدر سعادتنا، النادي الاهلي هو مصدر سعادتنا، مر ايه اللي شفناه؟ ولكن هنا الاختبار الحقيقي، جمهور النادي الاهلي لازم يدعم، وانا اولهم، لا انا اسف انا اخرهم، بدعم النادي الاهلي بلا حدود، ولازم اللعيبه والفرقه والنادي ومجلس اداره كل من ينتمي لهذه المؤسسه يحس بهذا الدعم، والدعم ده اللي هو كان دائما ابدا هو جسر الممر فوق اي مطبات اللي طبعا انتوا عارفينها وانا عارفها وكل مصر عارفه النادي الاهلي بيتعرض لايه. خلينا نحط ايدينا في ايدين بعض، وكل الدعم نقول من النهارده، كل الدعم لفريق الكوره وكل الدعم لجهازه الفني، عندنا شهر مصير ان شاء الله ننسى اللي فات ونيجي على اللي جاي، وانا بقول لكم انا عندي ثقه يعني وانا مغمض النادي الاهلي هيفرحنا وهيفرحنا سنين طويله كمان، لان هو ده النادي الاهلي. انا اسف انا يعني طبعا انا يعني مش بغطي الكوره، بس الموضوع ما بقاش كوره اصله، الموضوع ما بقاش كوره، الموضوع بقى النادي الاهلي، فلازم هنا يبقى في وقفه وهنا نتكلم. دي رساله مني لجمهور النادي الاهلي، واتمنى ان انا المس ده، واتمنى ان مش انا مش مهم انا المسه هيثم السعيد، المهم ان اللعيبه تلمسه والجهاز الفني والنادي يلمس هذا الدعم، كل الدعم وكل الوقوف بجانب النادي الاهلي. ده كان كلامنا لجمهور النادي الاهلي، وكانت رسالتنا يوم 23/8 بعد خساره مباراه في الدوري، وقلنا النادي الاهلي ما بيتعاملش بالقطع او مباراه، ما كناش بنبيع كلام، قلنا النادي الاهلي عنده الدوري وافريقيا اهم، الاهم هي البطوله وليست قطعه، وحصل خدنا الدوري وخدنا بطوله افريقيا. قلنا ان النادي الاهلي عنده مطبات، والمطبات دي هيعديها بدعم الجمهور، والجمهور دعم النادي بتاعه ووقف وراه، واللعيبه حست بهذا الدعم وحست بالباور اللي واخداه من الجمهور، وخدنا بطوله افريقيا. وانا بقول لكم ان شاء الله لسه كمان الاحلى لسه ما جاش باذنك يا رب، طول ما احنا ماشيين كده الاحلى لسه ما جاش. انا عايز اقول برضو بعض الامور اللي اتعلمناها امبارح، شفنا كابتن محمود الخطيب في كلمته واحتفاليته الضيقه مع اللاعبين، بس كان في ثلاث رسائل كابتن محمود الخطيب قالهم، ثلاث رسائل كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم، كلامه دايما بيبقى موجه بشكل رسائل. يمكن اول رساله كابتن محمود الخطيب بارك للجيل ده. كابتن محمود الخطيب مر عليه اجيال كبيره واجيال كتير جدا من اول ما كان لعيب لغايه وقتنا هذا، هو عارف كويس قوي مين الجيل اللي يصلح ياخد افريقيا ومين الجيل اللي ما يقدرش ياخدها. هو كابتن محمود الخطيب قال لك انا كنت هبقى زعلان لو الجيل ده ما خدش افريقيا لانه يستحق ياخد افريقيا. ادي اول حاجه واول رساله قالها كابتن محمود، وده شرف كبير لهذا الجيل، ولازم يكونوا دائما ابدا عند حسن ظن كابتن محمود الخطيب وحسن ظن كل الاهلاويه. رقم اثنين، كابتن محمود الخطيب قال نقفل صفحه الاحتفالات، ما فيش حاجه اسمها احتفالات، خلاص بطوله افريقيا بقت ماضي، طالما عديناها بساعه بقت ماضي، نبص للي جاي. ودي صفه ودي شخصيه اللعيب البطل، لما يبقى هو القائد، اللعيب البطل لما يبقى هو القائد
في الحالة دي بيقول كده، بيقول ايه؟ بيقول يا جماعة انسوا اللي فات، لسه في بطولات جاية، احنا لسه مش بعناش بطولات. اللعيب اللي بيبقى مش لعيب بطولة لما ياخد بطولة يقعد يحتفل سنة، لدرجة انه يخسر بعد البطولة دي 4 5 بطولات. كابتن محمود الخطيب قال لي اللعيبة انسوا، ما تفرحوش، احنا فرحنا خلاص 2 3 24 ساعة، عندنا كاس مصر، عندنا السوبر الافريقي، عندنا كاس العالم للأندية، بطولة ورا بطولة، وعايزين نجري زي القطر نحصد بطولات ونعمل تاريخ لينا. رقم 3، كابتن محمود الخطيب قال لهم ما تزعلوش، ده قدركم، انت قدر اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي انه ما يحتفلش وما يفرحش، افرح بعد ما تبطل وتعمل بطولات، وزي ما بيقولوا تشيل كؤوس بعد ما تبطل، ويبقى تاريخك بقى وتقعد تشرب كوبايه شاي في النادي الاهلي، افرح براحتك. انما طول ما انت راكب القطر والقطر بيجري، انت ما عندكش وقت تفرح، طلع فرحتك في الملعب. الحقيقه كان 3 تسائل انا لما سمعت يعني كلمه كابتن محمود الخطيب انا فهمتها، ما بالكم اللعيبه اكيد الرسائل دي وصلت، والنهارده انا عارف كويس قوي اللعيبه بدات من النهارده تخش في مود البطوله اللي جايه ان شاء الله، المباريات اللي جايه. معلش انا طولت عليكم، بس انا دايما بحب افرح بس اخد دروس، والدروس دي توصلنا لايه؟ لامور تانية احسن. عايز اقول لكم الالعاب الاخرى مش بعيد خالص عن فريق كره القدم، كنا كلنا بنكلم مع بعض وبنراسل بعض وقاعدين قدام التلفزيونات في منتهى الحماس وفي منتهى الاثاره. النجوم الالعاب الاخرى عملوا فيديو وبعتوها لنا فريق الاعداد وفريق العمل البرنامج بيباركوا الفريق كوره. خلينا نشوف الفيديوهات دي وارجع لكم. الف مبروك التاسع للنادي الاهلي، الف مبروك لنادي القرن، ومن دلوقتي هنقول العشرة يا اهلي. الف مبروك التاسع يا اهلي، والف الف مبروك على نادي القرن، ودلوقتي نقول العشرة يا اهلي. اسعد الاهلاوي المصريين كلهم، نتمنى ان دايما يا رب في انتصارات النادي الاهلي في كل الالعاب مش كره القدم بس. مبروك التاسع يا اهلي، مبروك يا نادي القرن، دلوقتي نقدر نقول العشرة يا اهلي. مبروك يا اهلي التاسعة، مبروك لنادي القرن، ودلوقتي هنقول العشرة يا أهلي. مبروك التاسعة يا أهلي، مبروك لنادي القرن، دلوقتي نقدر نقول العشرة يا أهلي. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لنادي القرن، دلوقتي هنقول العشرة يا أهلي. مبروك التاسعة يا أهلي، 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 مبروك التاسع يا أهلي، مبروك التاسع يا أهلي. نجومنا ونجبتنا في الألعاب الأخرى فرحانين. خلي بالكوا إحنا يعني مشجعين، إحنا مشجعين درجة ثالثة كلنا. أي نعم إحنا ربنا دينا نعمة كبيرة إن إحنا لبسنا تيشيرت النادي الأهلي، ولكن في الأول والآخر إحنا عشاق كرة القدم المعشوقة الكبيرة طبعا، معشوقة الجماهير. وإحنا يعني لو أنتوا شفتوا الفرحة، نتكلم في العشرة وتلاقي كل النادي الأهلي بيتكلم لغة واحدة، إنه بيبصوا على البطولة اللي بعد كده. كل التوفيق ان شاء الله لفريق الكره، ونتمنى باذن الله ان شاء الله، وانا على ثقه واحنا عاملين ميركاتو السنه دي رائع في الالعاب الاخرى، ان احنا ان شاء الله في الالعاب الاخرى ان شاء الله الافضل قادم. حلقتنا النهارده، خلينا نخش بقى في الحلقه. حلقتنا النهارده زي ما عودناكم بيكون في نصين، نص اخبار وتعليقنا على الاخبار دي، والنص الثاني بيكون معانا نجم وبطل. بطلنا النهارده هو مايسترو كره اليد، كابتن فريق كره اليد الكابتن اسلام حسن، لاعب منتخب مصر واللاعب الكبير واللاعب اللي ليه تاريخ كبير وبطولات كبيره مع النادي الاهلي، كان لازم يكون معانا النهارده عشان نعرف رايه ايه طبعا عن انتصار النجم التاسعه، توقعاته ايه حتى في اللي جاي، وكمان كره اليد اخبارها ايه، ونطمن على النادي الاهلي ونطمن على منتخب مصر، خاصه ان هو داخل مع منتخب مصر بعد بكره معسكر مغلق. بكره في مسحه هيعملوها اللعيبه عشان ينضموا للمعسكر. كل التوفيق، انتظروا الحلقه فيها ان شاء الله مفاجات كمان معاكم كتير. خلينا نروح لاخبارنا، ودائما ابدا زي ما قلنا طبعا اليد بيكون في الاخبار الاولى. اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام ناصر قرر يأجل المباراتين المتبقيتين من الموسم المعلق 19-20 لما بعد كأس العالم الذي سيقام في شهر يناير. والحقيقة اتحاد اليد بعت جواب للأندية الأهلي والزمالك، وده صورة من الجواب. الأهلي الزمالك طلع الجيش هليوبلس يأجل في تأجيل الماتشين لحد ما نخلص تنظيم بطولة العالم اللي جاية بإذن الله. الماتشين اللي مفضلين كان المفروض يتلعبوا مع طلائع الجيش، الاهلي كان يلعب مع طلائع الجيش وهليوبلس، سوري طلائع الجيش والزمالك، والزمالك كان فاضل له ماتشين هيلاعب سبورتنج والاهلي. زي ما انتم عارفين الزمالك متصدر، الاهلي لازم يكسب المباراتين اللي فاضلين عشان يلعب مباراه فاصله مع نادي الزمالك. ايا كان قرار الاتحاد احنا بنحترمه وبنلتزم بيه، وجاهزين ان شاء الله نلعب في اي وقت. النادي الاهلي دائما ابدا ما بيختلقش الاعذار عشان ما بيلعبش، ولكن النادي الاهلي جاهز ولاعيبته جاهزين وجهاز الفني جاهز، وبنحترم قرارات الاتحاد او كل اتحاد بيصدر قرار. احنا النادي الاهلي اول نادي بيلتزم بلوائح وقرارات الاتحادات الرياضيه.
خلينا نروح ل ناشئ اليد. زي ما قلت لكم ناشئ اليد كابتن صابر حسين مواليد 2000 وكابتن هشام عبد الوهاب مدرب مدير فني فريق 2002، دول بنتابعهم دايما لان هم دول الدعامه الاساسيه او الدعامه اللي دايما الفريق الاول بيمد ايده عليهم ياخدهم لما يكون عايزهم. النادي الاهلي كسب سموحه بنتيجه 32-26. الحقيقه المرحله الاولى خلصت من فريقنا كده من المجموعه الثانيه ب 24 نقطه، كان كل ماتشاتنا اللي فاتت فزنا فيها، فزنا على سبورتنج، الشمس، البنك الاهلي، الاولمبي، اصحاب الجاد، الزور، بورسعيد، المعادي، كل التوفيق لناشئي كره اليد وشباب كره اليد. وزي ما قلت لحضراتكم دول بيدوا انديكيشن او بيدوا مؤشر لمستقبل كره اليد رايح لفين. طيب هنروح لسيدات كره اليد، كسبنا الزهور 45-5، يمكن نتيجه كبيره ولكن الفريق ماشي كويس. طبعا كابتن يحيى يوسف واللاعبات بيأدوا اداء كويس. الشوط الاول خلص 25-3، المباراه خلصت 45-5، طبعا بيبقى استعداد كويس. كسبنا كل ماتشاتنا، عندنا رصيد 36 نقطه بالفوز الكامل في 12 مباراه في 3 ب 36. الفريق ماشي كويس جدا. احنا زي ما قلنا في المجموعه في الاول الدوري هم 14 فرقه بيلعبوا رايح جاي، وبعد كده هيطلع منهم الاربعه كبار يلعبوا دوري السوبر ده فريق او دوري كره السله سيدات. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لكابتن يحيى يوسف واللاعبات. خلينا نروح لكره السله، نروح لاسكندريه. اسكندريه بيقام فيها تصفيات المنطقه الخمسه الافريقيه، مصر، اوغندا، المغرب، الراس الاخضر. منتخب مصر ماشي كويس، كسب مباراتين، في مباراه بتتلعب دلوقتي مع المغرب، ده عمرو الجندي لاعبنا بمنتخب مصر. الحقيقه حققوا نتائج طيبه جدا، والثلاثي بتاعنا بيحقق اللي هو عمرو الجندي وعمر طارق وهاب امين بيحققوا او بيعملوا ارقام مع المنتخب ونتائج جيده جدا جدا. فلو بصينا على ماتش لو بصينا مثلا على ايهاب امين كان افضل مسجل لمنتخبنا في ماتش اوغندا، واللي خلصنا بفرق 6 او النتيجه خلصت ب 96-77. ايهاب امين حط في الماتش ده 15 بونت، عمل 4 ريباوند، عمل 2 اسيست، ده ارقام كبيره. هتقول لي يا كابتن طب ما 14 بونت ده او 15 بونت مش رقم كبير مع المنتخب؟ لا، رقم كبير مع المنتخبات لان انت معاك 12 لعيب جامدين، فانت لما تحط 15 بونت مع فرقه زي دي او مع منتخب كله لعيبه جامده بيبقى سكور عالي. يعني السكور الكبير حاطط او التوب سكورر حاطط 15 بونت في المنتخبات الباسكت، 15 بونت ده رقم. طيب هنروح لمباراه الراس الاخضر، تاخد لصالحنا 91-82، قدر لاعبنا عمرو الجندي يبقى توب سكورر للفريق، 17 بونت، 5 ريباوند، 4 اسيست، ارقام كويسه جدا. وزي ما قلت لكم ان النادي الاهلي السنه دي او بقاله سنتين ثلاثه الصفقات اللي بتيجي بيكون صفقات من العيار الثقيل، صفقات بتيجي تعمل الفارق. ما شاء الله لعبتنا عامله يعني انجاز مع منتخب مصر. اتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر يعدي المرحله دي. في ويندو ثانيه هتتلعب لمنتخب مصر عشان تصفيات، بس احنا كده بشكل كبير ان شاء الله يعني باذن الله هنتاهل لبطوله امم افريقيا. خلينا نروح للكره الطائره رجال بالنادي الاهلي، اللي الحقيقه لسه الدوري ما استؤنفش، في انتخابات في الاتحاد يوم 11 ديسمبر، فالنشاط مش هيستأنف قبل كده. فالحقيقه كابتن محمد مصالحي واللعيبه بيجي وقت بتزهق من التمرين بتبقى عايز ماتشات. الحقيقه كابتن محمد مصالحي بيدور على الماتشات والديات عشان يلعب بيها قبل طبعا انطلاق بطوله الدوري. وكان اللعيب وكان الفرقه او الفريق كله لعب مباراه وديه يوم الخميس اللي فات مع فريق الداخليه، اطمن على الفريق، جرب كل اللاعبين. احنا عرفنا انه حتى كل اللاعبين شاركت في هذه المباراه، بيدور على وديات ثانيه، وده وضع طبيعي جدا. 11 ديسمبر يجي اتحاد جديد يحط لجانه وتتعمل مسابقات، اتوقع انه الدوري مش هيستأنف قبل شهر واحد، في فتره طويله جدا اللعيبه ممكن تزهق. طيب خلينا نروح للاهلي بطل الجمهوريه لسباحه ذوي القدرات الخاصه. زي ما قلت لكم النادي الاهلي ليه رساله كبيره جدا، رساله ادبيه، رساله دائما ابدا بيقدمها مهما كانت الظروف صعبة على النادي الأهلي، والظروف صعبة يعني ماديا أو اقتصاديا، لكن النادي الأهلي بيلتزم بأموره اللي هي الخلقية دائما. فريق السباحة من أصحاب القدرات الخاصة، قدروا إن هم يفوزوا ببطولة الجمهورية واللي اتلعبت الفترة من 22-25 نوفمبر اللي احنا فيه على حمامات السباحة الخاصة بجهاز الرياضة أو جهاز الرياضة العسكري طبعا بالدراسة. والأهلي حقق لقب بما بعد فوز بعد ما فاز ب 45 ميداليه، انتوا متخيلين 45 ميداليه ده رقم كبير جدا، متنوعين ما بين ذهب وفضه وبرونز. 1000 مليون مبروك لابطالنا ذوي القدرات الخاصه. وكده الحقيقه نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، عندنا اخبار محليه وايضا عالميه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم اخبارنا المحليه. يمكن في اطار اهتمام الدوله بكاس العالم القادم لكره اليد اللي هيقام في شهر يناير القادم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع مع اللجنة المنظمة لكأس العالم، اجتمع معهم عشان يدرس موضوع أو يشوف موضوع التذاكر واللي هيتم طرحها للجماهير وبطاقة المشجعين، وكمان عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة بيهم. دي صور طبعا للاجتماع،
وزير الرياضه كان حريص انه يعرف الاليه بتاع الدخول وخروج الجماهير والاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي هتساعد الجمهور انه يقدر يشجع منتخبنا بكل امان. اللقاء ده حضره الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنه الاتصال الحكومي بالبطوله، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضه، وايضا مجدي رشدي وكيل الوزاره ورئيس الاداره المركزيه للموارد البشريه بوزاره الشباب والرياضه. حضرها ايضا ممثلين عن شركه تذكرتي، عشان حقيقه موضوع التذاكر والحضور الجماهيري مهم عشان الصوره تكتمل والتابلو يكتمل، منشات كويسه، مستوى فني عالي، مشاركه كبيره من الدول، جمهور عشان التابلو كله يكتمل. وزير الشباب والرياضه كان بيجتمع الحقيقه يعني مع كل اللجنه، وبالاضافه طبعا من الحضور كان المهندس هشام نصر اكيد رئيس الاتحاد، والكابتن حسين لبيب مدير البطوله. كل التوفيق طبعا للدكتور اشرف صبحي واللجنه المنظمه ان شاء الله عشان يخرج كاس العالم بالشكل الذي يليق باسم مصر الكبير. منتخب البحرين، انتوا عارفين ان كره اليد ايضا مشارك في كاس العالم ان شاء الله اللي هيكون على ملعبنا. منتخب البحرين غير المدرب بتاعه، تعاقد مع جوهان هولدر اللاعب المدرب الايسلندي دي صوره، خلفا للمدرب الالماني بعد ما فسخ العقد بالتراضي المدرب الالماني مايكل روث. الحقيقه عقد المدرب الايسلندي مستمر لحد كاس العالم وبعديه كمان لغايه شهر 2 القادم ان شاء الله. خلي بالك اقول لكم ان هولدر جوهان هولدر المدير الفني اللي مسك ده هو مش غريب عن البحرين، هو كان ماسك فريق الشباب والناشئين في بطوله العالم اللي فاتت واللي اتلعبت في اسبانيا ومقدونيا، يعني هو اضرب الفريق والفريق كبير، فالحقيقه شافوا ان ده احسن واحد يقدر يخلف المدير الفني الالماني في وقت ضيق قبل كاس العالم. وبالتوفيق طبعا لمنتخب البحرين والكل طبعا الفرق المشاركه الشقيقه العربيه في كاس العالم لكره اليد. طيب مصر بتنظم كأس الأهرام المفتوحة الافتراضية للرماية، انتوا عارفين طبعا عشان موضوع كورونا بقى في بطولات يعني بتحصل عن بعد، الرماية نقدر نعمل كده من خلال برنامج زوم طبعا، واللي هيشرف عليها الاتحاد الدولي مصر هتنظم البطولة دي. البطولة هتتلعب الفترة من 8 ل 11 ديسمبر اللي جاي، والتسجيل فيها هيخلص يوم 6 ديسمبر اللي جاي. الاجتماع الفني للبطولة هيكون 8 ديسمبر، والتصفيات الأولى والثانية لسباق البندقية 10 متر هيكون يوم 9، اما يوم 10 هتلاقي فيه النهائي بالنسبه للمسابقه دي. طيب ولو رحنا لمسابقات المسدس 10 متر هيتلعب تصفيات يوم 9، يوم 10 هتتلعب النهائيات. كل التوفيق طبعا للرمايه، الحقيقه بنبقى سعداء جدا لما مصر بتنظم هذه او هذا النوع من البطولات. هنروح للسكواش. مروان الشرباجي اللاعب السادس عالميا بعد تقرر يعني الحقيقه اعتراضه على الحكام، قرر الاتحاد الدولي ايقافه لمده شهر، مما يعني ذلك حرمانه من بطوله بلاك بول القادمه. الحقيقه الاتحاد الدولي كان متابع مروان الشرباجي في بطولاته، كان اعترض في شهر 3 اللي فات في بطوله ويندي سيتي، اعترض يعني بشكل معين على الحكام، اتحط عليه يعني شويه الهاي سبوت عشان يعرفوا هل ده بيتكرر ولا حاجه معينه. جه اعترض مره ثانيه في بطوله الاهرام اللي فاتت، وقفوه شهر، ده مش هيشارك كده في بلاك بول، اكيد تصنيفه هيقل لان بلاك بول اغلب اللعيبه المصريين مشاركين فيها، علي فرج، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، مصطفى عسل نجم النادي الاهلي، عندك محمد ابو الغار، مازن هشام، فارس دسوقي، عمر مسعد، ومعاهم مجموعه كبيره جدا من اللاعبين العالميين هيشاركوا في بطوله مهمه، بطوله بلاك بول. والحقيقه كده نكون خلصنا اخبارنا المحليه، نروح للاخبار العالميه. نروح لكره السله الاوروبيه، الدوري الاوروبي لكره السله، برشلونه يتلقى الخساره الثانيه بالدوري الاوروبي كره السله امام ليون الفرنسي. طبعا نادي برشلونه خسر للمره الثانيه في 10 ماتشات، برشلونه المركز الثاني في تصنيف الجدول او ترتيب الجدول، خسر قدام ليون 80-68. برشلونه بالرغم من الخساره دي في المركز الثاني، خليني اقول لكم اول خمس فرق في الفريق في ترتيب الجدول الاوروبي في الدوري الاوروبي: سيسكا موسكو الروسي في المركز الاول، برشلونه في المركز الثاني، بايرن ميونخ في المركز الثالث، فالنسيا الاسباني في المركز الرابع، ريال مدريد في المركز الخامس، باسكونيا في المركز السادس. خليني اقول لكم ان البطوله دي بتبقى 18 فريق بيلعبوا رايح جاي، بترتبوا من 1 ل 18، بيلعبوا بعد كده بلاي اوفيس لاول او اكبر 8 فرق بيلعبوا البلاي اوفيس عشان يطلع منها البطل. بطوله قويه جدا 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 زي ما انتم شايفين من غير جمهور، ولكن متابعه على مستوى عالي جدا على مستوى العالم. انا عايز اقول لكم انه يعني فرنسا شايفه طفره كبيره جدا في كره السله. عايز اقول لكم ان سان انطونيو سبيرز كان بيضم خمس لاعبين من منتخب فرنسا، فرنسا عندها طبعا طفره كبيره جدا، كان على راسهم توني باركر طبعا بطل، ولكن كان من اللعيبه او يعني عميد لاعبي فرنسا في كره السله. هنروح لبانثياكوس، البانثياكوس الفريق اليوناني، طبعا خد اربع هزائم ورا بعض، فاز على بايرن ميونخ. الحقيقه بيبقى صعب بعد اربع هزائم ان انت ترجع تكسب تاني. الحقيقه الماتش خلص 83-76، وكان مهم جدا للفريق اليوناني عشان يستعيد ثقته بنفسه. المباراه دي اتلعبت في اثينا.
بانيسياكوس والأولمبياكوس أكبر ناديين في اليونان. وخليني أقول لكم إن اللعبة الشعبية الأولى هناك زيها زي الكرة الباسكت بول، وكان عندنا لعيب مصري احترف في أولمبياكوس اليوناني كان سمير جودة، ولعب سنتين هناك في أولمبياكوس. الحقيقة الدوري اليوناني وهم اللي صدرونا كرة السلة في اسكندرية. اليونان طبعا من الدول المهمة جدا في كرة السلة. هنروح للملاكمة. مايك تايسون اللعيب اللي انتوا فاكرينه زمان وبطل، يمكن كسب أكتر من 30 مباراة ورا بعض بالضربة القاضية بعد غياب 15 سنة، قرر انه يرجع تاني يلعب. ملاكم الأمريكي مايك تايسون بيلعب ماتش قوي جدا قدام الأمريكي روي جونز جونيير، وفي أول ماتش لتايسون بعد ما قرر اعتزاله. تايسون عنده 54 سنة. أنا عايز أقول لكم بسم الله ما شاء الله تايسون قدامكم ده 54 سنة. بصوا الجسم، بصوا البطن، بصوا الكتاف. تايسون بيستعد بكل قوة للنزال ده، بالرغم من تحذير الدكاترة ليه أنه ممكن يحصل نزيف في الدماغ لو اتضرب ضربة قوية في راسه، وكمان الجروح هتكون صعبة. 54 سنة يا جماعة، ولكن خلينا نشوف اللي هيحصل إيه. خلينا نشوف المباراة دي هيكون فيها إيه. العالم كله بيتابع الملاكمة وبيحب جدا ماتشات الملاكمة طبعا من أيام الأسطورة محمد علي كلاي. طيب خلينا نروح لفورمولا 1، سباق السيارات. الانجليزي او البريطاني لويس هاملتون اتصدر التجربه الاولى في سباق فورمولا 1 واللي اتعمل في البحرين متفوقا على زميله فالتري بوتاس. خلينا اقول لكم ان فورمولا 1 بيبقى فيها بعض السباقات التجريبيه في الاول او بعض الراوندز التجريبيه عشان يتم ترتيب العربيات في بدايه السباق. بتبقى مهمه جدا انه بينافس نفسه عشان يجيب رقم كويس ويبقى في مكان متقدم يوفر عليه وقت شويه في التجربه النهائيه. هاملتون فاز وحقق الحقيقه وقت جامد جدا، 29 ثانيه و33 من المية دقيقه، انا اسف، دقيقه و29 ثانيه و33 من المية من الثانيه. الحقيقه يعني هاملتون من السواقين الجامدين جدا وبيتصدر الاسامي الكبيره في فورمولا 1. الحقيقه بعد التطور الكبير في الكاميرات وطرق البث والكاميرات المعلقه والهاي ديفينيشن والحاجات دي كلها، بقت سباقات الفورمولا 1 وسباقات الدرجات البخاريه من امتع ما يكون. المشاهد كانه قاعد مع درايفر، شايف كل حاجه، شايف الاثاره اللي بتبقى في الموضوع، حتى لو تعرض لحادثه زي ما احنا شفنا بيبقى شايف الحادثه وشايف ايه اللي بيجرى فيها. الحقيقه نروح على لعبه انا لما بتفرج عليها الحقيقه بتعب. اختراق الضاحيه من الالعاب اللي فيها مجهود وبيبذل بشكل كبير. فالنيس، إريك فالنيس اللعيب النرويجي حقق مفاجأة كبيرة جدا انه قدر يفوز بكأس العالم. الحقيقة الاختراق الضاحية. فالنيس عنده 24 سنة وكان ورا كلايبو اللي هو لاعب برضو ايضا مواطن من نفس الدولة من النرويج، وكان يعني بعيد عنه بحوالي جولتين. عمل ريمونتادا، رجع جاب كلايبو. إريك فالنيس أنهى السباق لصالحه و24 سنة حصل على كأس العالم لاختراق الضاحية. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية برحب بضيفي مايسترو كرة اليد في النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي وأحد رموز كرة اليد في النادي الأهلي إسلام حسن. أهلا بك يا إسلام. حبيبي يا كابتن إسلام، أهلا بحضرتك. منورنا وخضتنا عليك شوية. ده نورك. لا الحمد لله جت سليمة. الحمد لله رب العالمين. إسلام مش هينفع أبتدي معاك في كرة اليد بصراحة وإحنا كاسبين بطولة أفريقيا والنجمة التاسعة. شفت الماتش فين يا كابتن؟ انا شفته في البيت. بص انا اي ماتش كوره يعني بالذات اهلي وزمالك لازم اشوفه في البيت. تخيل بقى افريقيا كمان. احب اتفرج لوحدي لان انا ايوه اتعصب جدا فخليني لوحدي. طب بأملك ان توقعاتك قبل الماتش؟ انا كنت متاكد ان الاهلي يكسب والله. بس هو جه الجون، انا يعني انا في الاول في نص الماتش كده توترت شويه، بس لما جه الجون انت مش متخيل يعني كان عيل صغير بنط. انا حاسس ان انت صوتك حتى رايح شويه. بص يعني لا انت يعني انت لو تشوف في البيت اللي حصل يعني بقى ساعه الجون ده. الحمد لله الحمد لله. يمكن بتهيألي انت اتشددت، يمكن بتتفرج على ماتش يد مش هتتشد كده صح؟ لا خالص. بص انا طول ما انا في الملعب ما بتشدش. بره الملعب الموضوع صعب، حتى في الهاندبول لما اتفرج على الهاندبول بره الملعب تلاقيه مشدود. صحيح. في الملعب الدنيا مختلفه خالص. صحيح. بس خليني اقول لك برضو يعني احنا في الاول والاخر بنحب كره القدم وبنتفرج عليها وبنشجعها ومتابعينها ومتابعين اخبارها. يعني بتهيألي برضو يعني افريقيا لما تبقى انت رقم واحد والتاني عالميا حتى في كره اليد هيديك انت بتلعب في النادي الاهلي، هتلاقي العالم كله عارف مين النادي الاهلي. بص يعني النادي الاهلي مش محتاج كلام في يعني بجد اللي بيلعب في النادي الاهلي بيحس بالفخر ده. انت صحيح. انت في النادي الاهلي انت حاسس ان انت في حاجه مختلفه خالص عن اي نادي تاني، واللاعب في النادي جوه هيبقى حاسس الموضوع ده غير اللي بره بيبقى يقول انت ده كلام مش عارف ايه، لكن اللي بيدخل جوه بيحس ان الموضوع مختلف خالص. احترافيه يعني الدرجه الاولى. حتى لما تطلع كاس عالم يحطوا قدام اسمك النادي اللي بتلعب فيه، يحطوا النادي الاهلي، النادي كل مصر يعني مش مصر، العالم كله عارفه بالظبط لانه كده. يعني كوره ادت اسم كبير جدا للنادي الاهلي طبعا.
خلاص خلينا نخش في كره اليد طبعا، لان انت يعني داخلين مرحله مهمه جدا، كاس العالم بيقرب. بس قبل ما اروح للمنتخب هاجي للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي الحمد لله السنه دي عملنا صفقات كويسه، اتقابلنا فاكر قبل الست جولات. تقييمك ايه بعد ست جولات من الدوري؟ بص، الفكره ان الفتره دي احنا بنجمع منتخب كتير قوي، فلسه اكيد الفرقه مش مع بعض بقى لها فتره، فلسه التوليفه ما حصلتش قوي. بس في نفس الوقت ان انت قادر تكسب او قادر كل مباريات بسكور عالي، فده يبين ان الفرقه كلها نجوم وكلها ناس مسؤولين في الملعب. ففرقه كبيره من اول السنه لغايه دلوقتي الحمد لله كل المباريات بتخلصها سهله يعني. والجميل انتوا خلصتوا الدور الاول، يمكن انا قلت 6 لا هم 8 مباريات. 8 مباريات الدور الاول الحقيقه يعني ما شاء الله ماشيين كويس. انت بتقول طبعا ان احنا لسه محتاجين انسجام اكيد مع الوقت والمباريات، وفرصه كويسه، عندنا وقت نلعب مباريات كتير. بص بالظبط، بس زي ما بقول لك برده هيحصل نفس المشكله. انت الانسجام هيحصل على اخر الموسم هيبقى اكتر، وده اللي احنا محتاجينه، ان انت في المباريات المهمه يبقى الانسجام حصل، لان انت المنتخب هيبقى واخدك برده فتره كبيره. انت هترجع على فبراير، هيبقى في برده انت بينك وبين لعيبه النادي طريقتين مختلفين اكيد، ولو في وقت كمان لسه شويه بالظبط. لكن لما تيجي تتضم تاني على لعيبه النادي فهيبقى في مثلا شهرين ثلاثه لما توصل النهائيات هيحصل انسجام ان شاء الله. افهم من كلامك ان احنا محتاجين دعم ايضا من جمهور النادي الاهلي، جمهور الاهلي اللي يصبر شويه على الفرقه. طبعا في صفقات كتيره جت، 5-6 لاعبين جم في الحقيقه، صفقات من العيار الثقيل طبعا انضمت لفريق كره اليد. طب اسلام، احنا جهزنا تقرير عن الفريق وعنك وعن زمايلك، تحب نشوف التقرير ونرجع لبعض تاني؟ اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير عملناه لفريق كره اليد والمشوار واللعيبه. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي يخوض العديد من التحديات في الموسم الجاري تحت قيادة فنية للكابتن طارق محروس، مع انطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد والتي يتربع فيه الفريق على قمة مجموعته بالعلامة الكاملة، ومع استمرار منافسات بطولة دوري الموسم الماضي والذي يتبقى فيه جولتان يحتاج فيهما الفريق لتحقيق الفوز من أجل خوض مباراة فاصلة على تحديد بطل الدوري. ويتطلع كتيبة نصور القلعة الحمراء لاستعادة لقب الدوري بعد اكتمال صفوفه وتدعيمه بأبرز العناصر مثل أسامة الجزيري وعمر ياسين ومحمود نعمان وأحمد هشام سيسا ومحسن رمضان وعمر سامي. وسادت حالة من الطمأنينة جنبات صالة الأمير عبد الله الفيصل بعد تماثل قائد الفريق إسلام حسن للشفاء بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه لفترة عزل صحي، ليتعافى قائد كتيبة كرة اليد في القلعة الحمراء ويعود للتحليق مجددا ويساهم في تحقيق الفريق لفوزين متتاليين في بطولة دوري المحترفين، وقدم خلالهما مستوى متميزا كعادته ليطمئن عشاق النادي الأهلي بشكل خاص ومتابعي كرة اليد المصرية بشكل عام، خصوصا وأن إسلام حسن أحد أفراد كتيبة المنتخب المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة المقبلة. ويستهل الفراعنة مشوارهم في مونديال 2021 ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات التشيك والسويد وتشيلي. ويعد إسلام حسن أحد أفراد كتيبة كوماندوز المنتخب المصري التي تشارك في المونديال، ويعد صاحب خبرات في المواعيد الكبرى رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر. وتستضيف مصر النسخة 27 من مونديال اليد خلال الفترة من 13 إلى 31 من يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا. ويتطلع المنتخب الوطني إلى الذهاب بعيدا في النسخة المقبلة في المونديال بكتيبة النجوم التي يضمها المنتخب والدعم الكامل الذي توفره الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والاتحاد المصري لكرة اليد بتنظيم مونديال يليق بمصر وشعبها وتذليل كافة العقبات للمنتخب من أجل تكرار إنجاز مطلع الألفية الجديدة عندما احتل الفراعنة المركز الرابع في المونديال الذي استضافته فرنسا. اهلا بحضراتكم من جديد. نرجع لاسلام حسن. اسلام، يمكن مشوار صعب مع المنتخب الفتره اللي جايه، يمكن هسيب بقى النادي الاهلي اروح طبعا لمنتخب مصر. انت عندكم معسكر بعد بكره،
كلمني عن المعسكر اللي جاي واستعداداتكم ازاي لغايه كاس العالم. بص اكيد احنا لو ما كملتش كمان الفتره بتاعت الكورونا دي موجوده كان هيبقى معسكرات اطول بكتير، وهتلاقي سفريات كتير موجوده معسكرات بره. احنا هنبدا بكره مسحه في الاوتيل، وهيتقفل من ساعه المسحه هيتقفل خلاص المعسكر، ما حدش هيخرج، ومن بعد بكره يبدا التمرين. معسكر في القاهره يا كابتن؟ في القاهره. التمرين هيكون في الاستاد، مش هيبقى في الاستاد في الصاله اللي احنا هنلعب فيها، بس طبعا لسه ما اتجهزتش اخر حاجه. وهنبدا من بعد بكره التمارين خلاص لغايه كاس العالم ان شاء الله. يعني انتم مستمرين من بعد بكره لغايه كاس العالم؟ تقريبا يعني عليكم. هيبقى معسكر شهرين. ربنا يعين. طب قول لي كام لاعب انضم يا كابتن؟ احنا في فيصل، وفي انا ومحسن وسامي وعمر سامي وعادل ومصري وحميد وعصام الطيار. ثمان لاعبين. طب يا كابتن بتعملوا ايه لما المحترفين يجوا؟ احنا عندنا 6 محترفين بره يا كابتن، اللي هم في محسن وممدوح هاشم ودودو وعلي زين ويحيى خالد، حد ثاني تقريبا هم دول المحترفين. خمس لعيبه. طب المحترفين لما بيجوا بينضموا للفريق بتبقوا انتوا عددكم يمكن اكتر شويه بيبقى؟ بص على حسب. على حسب بيبقى المعسكر ده فيه مباريات وديه ولا لا، وهو الاكتر بيبقى فيه مباريات وديه، لان هم بيجوا في الاسبوع الدولي. المدرب بيطلع 5 أو 6 لعيبه من المعسكر اللي موجود، وبيضم الخمس لعيبه بتاعت المحترفين. طب والماتشات الوديه المفروض هتلعبوها ايه يا كابتن؟ بص احنا كان في كذا مباريات اكيد، وموضوع برضو فعلا حاجات كتير اتلغت، لكن الفتره اللي جايه يعني في تقريبا هيبقى هنلعب البرازيل، يعني في كام ماتش بس لسه مش اكيد. يعني انا اعرف ان في بطوله مثلا هتتعمل هيشارك فيها منتخب تونس، اللي هتبقى في قطر اللي هيشارك فيها منتخب تونس وبطل اسيا والارجنتين وتونس واسبانيا. هل في بطوله زي دي ممكن تتعمل في مكان ما، او مصر تستضيف بطوله زي دي ولا احتمال بالنسبه لنا احنا اللي نستضيف؟ بس لسه الفرق ما تحددتش. لان احنا كان فيه زي ما بقول لك في مباريات كتير وفي بطولات كتير مسافرينها، بس هو الظروف يمكن كورونا طبعا بتقلها بالظبط. هو ده دي الموضوع اللي وقف الدنيا خالص يعني. طب يا كابتن قول لي احنا يعني معسكر مستمر لغايه كاس العالم، كم لاعب هيدخلوا؟ انا عرفت طبعا الاتحاد الدولي ادى سماحيه ان انت تقدر تغير 5 لاعبين او 4 عشان ازمه كورونا. بالظبط. الحقيقه كان قرار مهم جدا. الجهاز الفني هيعمل ايه؟ يعني دلوقتي انت هتخش بكم لاعب؟ بص هو الطبيعي احنا بنخش كاس عالم 18 لاعب، وممكن يبقى فيه 2 احتياطي. تمام. تقريبا كاس عالم ده انت ممكن 18 مع 5 ممكن تتفتح القائمه لغايه 25 تقريبا. 25 لاعب. ال 25 هيكونوا في نفس مكان المعسكر ولا في مجموعه هتكون بتتمرن بره؟ بص هو ده الاتحاد هو اللي هيحددها في الاخر. بس في العادي ممكن هو بيبقى في نفس مكان المعسكر لما نبقى مسافرين في 2 زياده، بيبقى نفس مكان المعسكر. لكن نظرا للعدد ده ساعات الاتحاد بيحدد، او مدرب بيقول انا محتاج العدد ده كامل او اقل شويه، فعلى حسب ساعتها المدرب هيبقى شايف. طب انتوا عايزين جمهور يحضر ولا مش عايزين جمهور؟ اكيد البطوله عندنا، فاكيد محتاجين دعم الجمهور. ساعات بيبقى اللاعب يقول لك يا عم جمهور وضغط على ملعبي. لا العكس، العكس ده متعه يعني. انا لعبت كذا مره مع جمهور هنا، الموضوع ممتع. لعبت في كاس عالم شباب في 2009 اللي هو المفروض ضغط يعني على شباب لسه صغيرين. لا الموضوع مختلف خالص. هو متفرج 2016 كمان. وما انا بقول لك من وانا لسه في الشباب كان في 35,000 متفرج. كان الموضوع انا كنت بروح ماتشات اليد. الموضوع كان صعب قوي. كنت بروح ماتشات اليد. انا فاكر ان انا رحت ماتشات حتى كاس العالم اللي كانت سنه 92 تقريبا حاجه زي كده رحته. وعايز اقول لك انه 93، وعايز اقول لك كمان انه يعني كره اليد بنتائج واسلام فرضتوا نفسكم على الساحه. الحمد لله. يعني انتوا دلوقتي بقيتوا يعني انا يعني انتوا يعني نتائج عالميه، منتخبات ميداليات ونتائج عالميه افريقيه، فانتوا حطيتوا نفسكم اصبحتوا زي لعيبه الكوره حاسين بده ولا؟ بص الحمد لله. احنا يعني في منظومه يعني على طول من كذا اتحاد، من يعني من زمان جدا كذا اتحاد بيسلم الاتحاد، بيبقى ماشيين في منظومه واحده عشان بخطه معينه عشان تفضل مكمل على طول في الاحترافيه اللي انت فيها. فاظن ان اتحادات اليد على مر العصور ماشيين باحترافيه، مخلين حتى المنتخب ليه شكل وليه، تحس ان انت كده في منتخب يد ليه هيبه كده. ليه هيبه صح. ومتماسك ما حتى في اضعف اوقاته متماسك. بالظبط كده. على طول بتنافس، فده مديه مخليه البلد هنا واثقه فيك، ان على طول الوزاره بتدعمك. فالموضوع احنا حاسين بيه الحمد لله. طب خلينا نشوف بقى المجموعه بتاعتنا اسلام. يعني انتوا كلاعيبه بتقولوا ايه على المجموعه؟ يعني اول ماتش لينا، تاني ماتش، تالت ماتش، بيتكلموا على الفرق. تشيلي طبعا اول ماتش، ولكن انا بتكلم على قوه المباريات، انتوا شايفينها ازاي؟ بص هي المجموعه يعني مجموعه صعبه جدا يعني،
طبيعي انا شايف كده فيها بطولات مجموعه سهله انا شايف بس هو انت في كاس عالم فلو اخترت مجموعه سهله يبقى انت مش عاوز توصل لقدام فانت لما بتبص لقدام فلازم تختار مجموعه متوازنه اكيد هتبقى صعبه لان انت في كاس عالم كل الفرق اللي وصلت صعبه فاكيد هتبقى صعبه لكن انت محتاج ان انت تكسب عشان توصل بعد كده فانت لو بصيت لقدام حتى المجموعه اللي جنبك هتبقى برضو صعبه بس في متناول يعني كل الفرق تقريبا في نفس مستواك طب يعني الخواجه وجهه نظره ايه يعني وجهه نظره من المجموعه عايز يطلع بايه في المجموعه دي عايز يطلع اول انت محتاج اول ما هو انت عشان توصل لقدام انت محتاج اول فانت بالنسبه لك فرق اوروبيه اللي انت بتعرف تلعب معاها بس هي فرقه قويه جدا اللي هي السويد هو اختارها عشان انت في قبل كده كذا مباراه وانت على طول بتوصل معاها المباراه للاخرها مين اللي هيكسب مش هتبقى عارف صحيح لكن هي فرقه قويه ومحترمه جدا ف وتشيك برضو فرقه من يعني صحيح. من عظماء الهاندبول يعني صحيح خليني انا عايز اتكلم معاك عن تجربه الاحتراف بتاعتك يا اسلام والمفاوضات اللي حصلت بينك وبين النادي الاهلي وازاي رجعت تاني لبيتك في النادي الاهلي ولكن خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع مايسترو كره اليد اسلام حسن اهلا بحضراتكم من جديد بنستأنف حوارنا مع مايسترو وكابتن الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي اسلام احنا عايزين نتكلم عن الاحتراف لان انت قدوه للاعبين والحقيقه انت نجحت جدا جدا في تجربه الاحتراف انت احترفت سنتين في الافريقي التونسي وعملت شغل كبير جدا وانتقلت من الافريقي التونسي وكانوا جددوا لك كمان ولكن حصل امور رحت على نادي الغرافه كلمني عن تجربتك الاحتراف من اول ما طلعت من هنا بالظبط كده بص كان سنه 2013 جالي عرض الافريقي رحت الاول رحت نصر طولبة قعدت 3 شهور تمام. كان ساعتها كان وصلنا شهر 9 كان القيد قفل في العالم كله تقريبا خلاص كله لعب ده كان بعد ايه يا كابتن يعني بعد كاس كان عالم بعد بطوله افريقيا تمام. اللي في المغرب اللي احنا كسبنا الزمالك فيها في النهائي كان قبل نهائي الترجي ونهائي الزمالك تمام بعد كده جالي كذا عرض قعدت برده اتزنقت شويه في الوقت لغايه شهر في سبتمبر كان خلاص القيد قفل فرحت 3 شهور في نادي كان رابع الدوري هناك نصر طولبة وبعد قعدت 3 شهور والافريقي اشتراني منه اشتراك بيع وشراء مش انتقال حر لا اشتراني منه ده يدل على رغبه الافريقي انه ياخدك الحمد لله كان ساعتها كابتن الفريق كابتن مكرم مساوي اللي هو حارس المرمى كلمني والمهم حصل المفاوضات وكابتن ايمن صلاح وبعد كده رحت الافريقي قعدت اول سنه الحمد لله كان سنه بدات ان انا الدنيا كان الافريقي ساعتها ترتيبه ايه يا اسلام بص هناك كان الافريقي يا تاني يا تالت ما كانش اول السنه بعديها اللي بعديها لعبنا الافريقي خدنا كان سنه صعبه قوي انت متخيل بتلعب 10 دربيات في سنه واحده خبر ابيض لعبت الترجي 10 دربيات وفي 8 الديربي في تونس الترجي والافريقي بالظبط لعبتوا 10 ديربي في سنه 10 ولعبنا النجم الساحلي 8 مباريات خبر ابيض كان موسم صعب جدا بالظبط كده فال10 ديربي دي كسبنا منهم 9 يا راجل 9 كنا فرقه كنا ساعتها الرئيس النادي سليم الرياحي عمل فرقه كنا فرقه غريبه يعني فرقه قويه جدا كسبتوا الترجي 9 من 10 9 من 10 وحتى الماتش اللي خسرتوه اللي خسرناه كان بعد عارف ساعات لا ما كانش تحصيل حاصل بس ساعات انت الفرقه بتوصل لمرحله تشبع فكنا بنلعب ماتش كان بالنسبه لنا احنا بعديها زعلنا تشبع 9 10 بالظبط يعني ما احلاه التشبع بالظبط وكسبنا النجم الساحلي 8 مباريات 8 كان النجم الساحلي قوي قوي ساعتها فلعبنا بطوله الدوري كسبنا الدوري وكسبنا الكاس وكسبنا افريقيا وكسبنا السوبر اللي خسرناها ابطال الكاس الافريقيه دي اللي خسرناها من الترجي بس خلي بالك الترجي نادي كبير في كره اليد جدا نادي كبير جدا كان ساعتها كمان وترجوته علاقات كويسه جدا مع النادي الاهلي كمان بالظبط وكان ساعتها عامل صفقات كتيره فكان المباريات فعلا صعبه طب السنه الثانيه بقى اسلام عامل ما هي دي السنه الثانيه انا بقى السنه الاولى دي اللي كانوا هما لسه بيعدوا الفريق السنه الثانيه دي كسبنا 5 مباريات من 6 5 بطولات من 6 تمام هايل فكانت بالنسبه لهم هايل مش عايز اقول لك تونس كلها كانت بتتكلم هاندبول بس انت بتمشي في اي حته في الشارع تونس ما بتتكلمش كوره خالص كانت بتتكلم هاندبول وطلبوا يجددوا معاك سنتين لا انا جددت بالفعل معاهم سنتين فعلا ورجعت مصر في الاجازه وبعد كده سمعت ان كان في مشاكل هناك اداريه وماليه كبيره فرحت اتكلمت معاهم قلت لهم يا جماعه انا راجل انا مغترب ومعايا اسرتي فانا مش عاوز مشاكل فخلينا يعني نمشي الموضوع يمشي بالتراضي قالوا لي طب استنى مش عارف ايه المهم اتكلمت مع كان رئيس الفرع ساعتها كابتن سفيان قال لي طب خلاص احاول اوصل الحل مع سليم الرياحي المهم عرفنا نوصل وخدت العقد ومشيت طب والله كويس جدا بس يوم ما خدت العقد ومشيت مش عايز اقول لك الدنيا باظت باظت طبعا الدنيا اتقلبت بس انت محترف
فانت يعني انت معاك اسرتك بس انت تاخد عقدك نفسه وتمشي دي كانت مشكله ان هو جابهولي من الاخر ورا كابت سليم الرياح طيب خدته سافرت الاهلي حصل مفاوضات بس كان الكلام يعني عارف اللي هو برده في فتره القيد ومش عارف ايه جالي الغرفه القطري سافرت كان معايا كابتن هاني فخراني ده فعلا كابتن هاني انا اوجه له من هنا شكر هو فرق معايا في حياتي كلها جدا اخلاقيا وهندبوليا والتزاميا كل حاجه هو ما شاء الله عامل شغل كويس في الامارات دلوقتي مدرب بجد انت مش متخيل هيبقى عامل ازاي هو من دلوقتي هو عامل ازاي وبعد كده هيختلف تماما الاحتراف فرق معاك يا كابتن وخلينا يعني نروح لكابتن طارق محروس على الهاتف حبيبي وحبيبي الاهلاويه كابتن طارق ازيك خير ازيك يا كابتن هيثم مساء الخير عليكم ومساء الخير على كابتن اسلام الاول الف مليون مبروك التاسعه يا اهلي ان شاء الله بنقول العشره دي الحمد لله الحمد لله طبعا بهني جمهور النادي الاهلي وبهني فريق الكوره وبهني كل محبي النادي الاهلي ومجلس ادارته والكابتن محمد الخطيب بالفوز الجميل ده والتاسعه وبمناسبه التاسعه على فكره هم تسع لعيبه في المنتخب مش ثمانيه صحيح طب كابتن اضرب بقى كابتن طارق بيقول لك اسلام بيقول لك انت اضرب يا كابتن طيب كابتن يعني بطوله افريقيا دي ما فتحتش نفسك يا كابتن والله انا نفسنا مفتوحه ويمكن انا عملنا جلسه قبل ما لعبت المنتخب تبنا اتفقنا فيها على شويه خطوط عريضه باذن الله اهم اهدافها حظ جميع البطولات اللي احنا هنشترك فيها بعد كاس العالم وده حلمنا كلنا الاولاد عندهم اصرار وعندهم عزيمه واعتقد الست ماتشات اللي احنا لعبناهم طبعا يعني طبعا مش على قد المستوى اللي احنا برضك بنتمناه لكن الظروف اللي اسلام قال عليها عدم التجانس انما يغيب عن فرقتك تسع لعيبه في بدايه تكوين فرقه فيها سته من لعيبه جداد واضفت كمان لعيبه اثنين لعيبه من الصغيرين يعني انت مضيف عليهم ثمان لعيبه طبعا محتاجه وقت كتير على التجانس بنحاول نقلل الزمن بان احنا نعمل اجتماعات كتير وعدد كتير وشغل في الملعب كتير برضك وباذن الله يعني زي ما قلت قبل كده نوعد جمهور النادي الاهلي وكل محبين كره اليد وكل محبين الفانيلا الحمراء ان الموسم ده باذن الله هيكون بالنسبه لنا باذن الله بمشيئتك يا رب استثنائي نحصد في كل البطولات اللي احنا هنشترك فيها باذن الله. طب كابتن قول لي يعني كان عندك برضو مشكلة في نقص العددي استعنت الفريق 2000 و2002 استعلت مجموعة من اللاعبين مشيت الدنيا ازاي الفترة اللي فاتت في ظل غياب عدد لعيبة كبيرة مع المنتخب وكمان كان في الماتش هيتلعب او الماتشين اللي كانوا هيتلعبوا من غير الصفقات الجديدة مشيت الدنيا ازاي الفترة اللي فاتت يا كابتن والله هو احنا يعني اول ما جيت الحمد لله يعني عامل في ذهني وفي ذهن الجهاز كله ان احنا نعمل شجرة في النادي الاهلي للاعبين والفرق الشجره دي تبدا من الناشئين تحت الشباب للدرجه الاولى بنحدد مين اللعيبه اللي هتستمر مين اللعيبه اللي نقدر نهتم بيها الكلام ده عملناه مع رئيس الجهاز الكابتن ياسر الرملي وشغالين عليه واستعنا ببعض اللعيبه من 2002 و2000 فتره الغيابات طبعا فتره غياب طبعا اسلام فرقت معانا جدا اسلام برضك راجل خبره اسلام فعلا زي ما انت قلت مايسترو جوه الملعب وبره الملعب بيريحني في حاجات كتير جدا متفاهمين الحمد لله انا وهو في حاجات كتير جدا جدا بيساعدنا على ان احنا نقصر المسافه بحيث ان احنا ندخل اللعيبه الصغيرين داخل الفرقه ودي حاجه مهمه جدا لان المدرب ما بيعملش كل حاجه لازم يبقى من اللعيبه ذات نفسهم ومن احساسهم وده اللي مديه اسلام للعيبه فطبعا دي قدرت ان احنا تاثر المسافه اللي ما بين اللعيبه وبين بعضها وقدرنا نعمل الحمد لله ماتشات انا بقول ان هي ماتشات جيده مش هقول جيده جدا او ممتازه لا جيده لان انا متوقع ومستني منهم وجمهور الاهلي وكل الناس مستنيين منهم اكتر من كده طبعا اسلام رجع لعب معانا الماتشين الاخرين بعد ما قال بالسلامه اول ماتش تقريبا قلت له تلعب 10 دقائق قال لي لا ربع ساعه فلعبته 16 دقيقه تاني ماتش بقول له كفايه بقى كده قال لي لا بقول لك ايه النهارده انا هلعب كل الماتش والحمد لله قدرنا تاني مباراه نديله 30 دقيقه وكان عند حسن ظننا وادى اداء كويس فعلا هو مايسترو كلمته مسموعه بينفذ كل كلمه انا بقولها له مع اللعيبه وبينفذوا هم الكلام طول ما هو موجود في الملعب انت حاسس ان الفرقه فعلا بتسمع كلامك بتنفذ اللي انت عايزه
ودي ميزه القائد فعلا، قائد خارج الملعب وداخل الملعب، عودته كانت مكسب لينا في الماتشين الاخرين الحمد لله. اكيد كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك وللفريق في الفتره القادمه، عندكم اشتراكات وعندكم مهمه صعبه، كل التوفيق. هنكمل حوارنا الحقيقه مع اسلام ولكن نطلع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ونستكمل حوارنا مع اسلام حسن مايسترو وكابتن الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي. اسلام انت كان ليك تجربه كمان مع فيروس كورونا، انت رحت مع المنتخب في الشروق لقطت الدور، احكي لي من اول ما بدات تحس بالاعراض لغايه ما ربنا الحمد لله اتم عليك نعمته بالشفاء. بس الاول قبل ما اتكلم على الكورونا انا بشكر كابتن طارق على الكلام اللي قاله ده، مسؤوليه هو بيزودها لي عليا كمان، ان هو فعلا هو بيتعب مع الفرقه جدا الفتره دي، الظروف اللي انا بقولها لك الظروف الصعبه دي هو اللي متحملها جدا، بيحاول يقرب اللي بيطلع منه من المنتخب او اللعيبه الموجوده فبيحاول يقربهم مع بعض، الموضوع صعب يعني. مخلص كابتن طارق. طبعا بالنسبه للكورونا بقى، بص انا جت يوم حسيت ان انا زوري بدا يوجعني، فانا معايا في معسكر المنتخب معايا ابراهيم مصر على طول في الغرفه، قلت له يا مصري ما تقعدش معايا، انا حاسس ان انا هيجي لي برد، ما كانش كورونا يعني افضل مش حاسس. فانا لما بيجي لي برد بخلي يعني بقول للمصري اطلع. دي يعني انا بقولها للناس كلها، دي مسؤوليه على كل وامانه كل البني ادمين، مش الرياضي ما يبقاش اناني، يبقى حاسس الناس الثانيه دي برده بني ادمين، المفروض ان هم ما يتعبوش بسببك. فانا اول ما حسيت قلت المصري ما تقعدش معايا في الاوضه، ورحت للدكتور قال لي يعني ده هيبقى دور برد لان اعراض لسه كانت خفيفه. رحت لعبت مباراه البحرين، المباراه الاولى طلعت حسيت ان انا خلاص مش قادر. تاني يوم كان عندنا تمرين، قلت للدكتور محمد شوقي انا مش قادر مره، حاسس بجسمي وجعني، قال لي خلاص ما تمرنش بس تعالى معانا. فجيت رحت بس لبست كمامه اليوم ده، هم قالوا لي حتى انت في ايه لابس كمامه ليه؟ قلت لهم لا انا بحافظ على الناس. بتاخد الاجراءات عشان غيرك بالظبط. عشان غيري، ما انت اما تبقى انت اللي عندك فخلاص يعني خلص. الموضوع مش عشان نفسك، فعشان غيري انا. حتى اللعيبه لما كانت تيجي تتكلم معايا ما كنتش بحب اتكلم معاهم، اقول لهم ابعدوا خالص ابعدوا لغايه ما اتاكد من نفسي. فاليوم ده ما حسيت ان انا تعبت جدا، فرحت قايل للدكتور انا عاوز اعمل مسحه. تاني يوم عاملين مسحه طلع ايجابي. من ساعتها بقى دكتور عمرو يسري، انت مش متخيل يعني، هو الراجل تعب معايا جدا من اول يوم في الكورونا لغايه ما اهلني بعد الكورونا. انت في بعد الكورونا بيبقى في مشاكل بتحصل للجسم في او ممكن تحصل للجسم في القلب والرئه، صحيح ان انت ما ينفعش ان انت تنزل مجهود عالي عليهم. فخلاني من ساعه نهايه الاعراض بدا ياهلني واحده واحده لغايه بعد كده في 8 او 9 ايام اهلني جدا ان انا انزل مباريات. حتى ان انا نزلت مباريات بشكره يعني من هنا بصراحه جدا، بشكره الراجل تعبان معايا جدا من ساعه كمان اصابه كتفي يعني هو معايا على طول. فانا بشكره جدا. طب وبعد كده بدات للاجراء، بدات تنزل التمرين، قول لي الاعراض حسيت بايه، قعدت كام يوم حراره يعني؟ بص انا اول بعد 12 يوم تقريبا بيبقى انت مش معادي خلاص، لكن انا عملت مسحه في اليوم ال 13 طلع لسه ايجابي. يعني كان بالنسبه لي انا بالنسبه لي صدمه، لان انا كنت عاوز العب ماتش الاهلي والزمالك، فان انت تستنى لغايه اخر مده يطلع الموضوع سلبي ده مش هتلحق الماتش خالص. فبدانا من اليوم ال 13 اداني برنامج امشي عليه، كنت بنزل اتمرن في الشارع في وسط العربيات. برافو عليك، البطل بيبقى كده. بص الحمد لله والله انا كنت عاوز ان انا نفسي نكسب الدوري، فاكيد انت هتعمل اي حاجه عشان تخدم النادي بتاعك يعني وفرقتك. فنزلت اتمرنت، كان بيقول لي تعمل كذا تمشي كذا تجري. حسيت في البدايه بتعب شويه؟ كان الموضوع النفس صعب جدا في الاول، ما انت في اول يومين كان بيمشيني بس ربع ساعه. فمشيت في الشارع وبعد كده بدات الجري. الفتره دي رجعت البيت ولا كنت مع المنتخب برضه فتره الاسبوع؟ لا رجعت، عزلت نفسي في غرفه ما بقابلش حد، كانت حتى الحمد لله ما حدش من الاسره. لا الحمد لله كنت بتعامل بحرص جدا الحمد لله، يعني بتحس بالاخرين فعشان كده الحمد لله ما عدتش حد. الحمد لله. قعدت فتره العلاج في بيتك يعني؟ قعدت كله في البيت، كانت مراتي بتحط لي الاكل قدام الباب افتح اخد الاكل بس، اللي كان ما كنتش بختلط بحد خالص، وهم كانوا متفاهمين كده، حتى الاطفال بداوا يفهموا، فالحمد لله ما حدش اولادك كانوا بيخبطوا لي على الباب بس خلاص. طب وفي بدايه الدور انت قعدت يومين ثلاثه سخن يعني، كلمنا برضو عن بص في الاول حسيت بوجع في زوري شويه، من تاني يوم حسيت ان انا سخن بس الترمومتر مش قاري ان انا سخن يعني كان 37 سخونيه داخليه بالظبط كده. قعدت بعد كده من اليوم الرابع
لا من اليوم الثالث لغايه اليوم السادس السخونيه ما بتنزلش تقريبا. انت لازم تاخد دش ساقع عشان تخليها بس ايه ما تعلاش، لكن صحيح. انت ما بتنزلش تكسير الجسم بقى وبعد كده الشم والتدفق كل الاعراض كل الاعراض بس انا قصدي اقول انه حتى على الرياضيين ما بيجيش خفيف، يعني الناس فاكره ان الرياضي اصل الناس بتقول الرياضي ايه عشان صحته وبتاع، لا هو بيجي برده جامد. لا هي بتختلف من بني ادم لبني ادم، ملهاش علاقه رياضي او مش رياضي، في ناس بيجي لها اعراض وناس من غيره، في ناس اقوى في يعني هي حسب يعني. صحيح. طب اسلام قول لي يعني يمكن يعني امنياتك حتى مع منتخب مصر، يعني بحب اسال برده اللاعبين لانه احنا ان شاء الله هتيجي المنتخب وتيجي الفرق والبطوله تقام، امنياتك مع المنتخب ايه؟ نفسك بتحلم ايه مع المنتخب؟ بص مفيش لعيب ما بيحلمش ان هو يعني يشيل ميداليه في كاس عالم، موضوع صعب او سهل بس ده حلم ليك فاكيد انت نفسك تحققه. احنا بنبذل اقصى حاجه عندنا، احنا خدنا مركز ثامن يعني بنسعى ان احنا نحسنه، بس اكيد انت نفسك تشيل ميداليه. صحيح. فان شاء الله يا رب، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. اكيد ان شاء الله. اسلام انا سعدت جدا بلقائك الحقيقه، وانت لعيب بطل ولعيب نجم ولعيب خلقا وفنيا، انا سعيد جدا بالحوار معاك واتمنى لك من قلبي كل التوفيق. حبيبي يا كابتن، انا والله سعيد جدا كل لما اجي مع حضرتك ببقى مبسوط جدا حبيبي يا كابتن. لا ده شرف كبير، وان شاء الله ربنا يوفقك مع النادي الاهلي تشيل بطولات يا رب ان شاء الله، ويوفقك مع المنتخب ونتابعك ونتابع كل زمايلك وابطالنا وابطال مصر كلهم ان شاء الله في كاس العالم. شكرا شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج الابطال، وكان لقائنا مع مايسترو وكابتن فريق كره اليد النادي الاهلي اسلام حسن، بشكركم شكرا جزيلا. انتظرونا ان شاء الله يوم الاربعاء، عندنا مفاجآت كتير ان شاء الله مستمره، وافراحنا ما زالت مستمره بالتسع، احنا نفرح اللعيبه ان شاء الله مركزين، خلينا احنا نفرح واللعيبه ماشيه في طريقهم. شكرا جزيلا والى حلقه جديده من الابطال.